راح يكون أيضا هناك تغيير وتجديد لشعار التلفزيون، هذا اللوجو اللي تربينا وعشنا وشفناه شلون قاعد يتطور سنة بعد سنة. السنة هذه واليوم استثنائيا راح يسمحون لنا القناة الأولى إن هم يعرضون هذا اللوجو. الحين راح تشوفونه راح يتبدل معانا سويتش للشكل الجديد اللي راح ينطلق إن شاء الله بشهر رمضان. الليلة حصريا حق سهرتنا راح يتم معانا لمدة ساعتين من البث المباشر، نرجع بعدها للوجو القديم ونرجع عقبها برمضان ننتظر الانطلاقة الجديدة للرؤية الجديدة الخاصة بالشكل الجميل والجديد لتلفزيون الكويت.